السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة زينو جيمرز. اليوم سوف نقوم بتجربة لعبة ناناتسو نو تايزاي أو الخطايا السبع المميتة. اللعبة رائعة جدا، وكما تشاهدون هي تشتغل على الشاشة يعني بصفة عمودية. الآن أقوم بالضغط على ستارت بها، جرافيكس عالي جدا، حجم اللعبة هو حوالي 2 جيجا، وهي تشتغل عن طريق الإنترنت كما تشاهدون. الآن سوف نقوم ببدء ونضغط هنا على سكيب لكي نبدأ باللعبة. سوف أقوم بالزيادة في الصوت هكذا، اوكي. كما تشاهدون هاي اللعبة، الآن سوف نقوم باستكمال اللعبة. سوف أقوم بالزيادة في الصوت على هذا الشكل. Hey!